حياكم الله. في الذكرى 34 لرحيل مفجر الثورة الإسلامية الإمام روح الله الخميني قدس سره، استذكرت الشعوب الأبية والصالونات السياسية وفي المقدمة منها المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بندوته المتخصصة هذه المناسبة الأليمة لرجل أمة وليس شعب، استطاع أن يفتح العصر الجديد من التاريخ وينتقل بصفحاته حيث ترغب تطلعات الشعوب الباحثة عن الحرية ورفض الهيمنة الغربية. ورغم أن نبأ العروج إلى المقر الأبدي عظيم، إلا أن الأمة تثبت موقفها وتأملت في الخطوط التي رسمها محقق علم الأنبياء والروح الخالدة في أجساد المستضعفين، وحققت كل هذه المنجزات معادلات جديدة في العالم والمنطقة. يا أيها العرفان والقادم من منابع الإيمان، ظل فينا لا تغادر. أما في ملفنا الثاني مشاهدينا الأحبة لحصاد هذه الليلة، فإن مخيم الهول هو القنبلة البشرية الموقوتة والقابلة للانفجار في أي لحظة. فرغم هزيمة تنظيم داعش والقضاء على خلافته المزعومة، لكنه خلف وراءه آلاف من أنصاره المتطرفين من بلدان متعددة، أي تشكيلة هجينة يشكلون تحديا أمنيا بسبب طبيعة التغذية الفكرية والتي جعلت منهم أشخاصا عقائديين وموتورين. بقى هذا المخيم باحتشاده الحالي يمثل خطر لا يتوقف على الداخل السوري، بل يتجاوزه إلى دول عدة أقربها العراق. ولهذا سعى العراق إلى إيجاد صيغ تعاون مع المجتمع الدولي لحثه على سحب رعاياه وتحمل المسؤولية في تفكيك هذا التجمع والتعامل معه عبر برامج الاندماج المجتمعية التي يسعى العراق لتسريعها تجنبا لمآلات هذه الأجيال الجديدة التي تتنفس التطرف. في حصادنا لهذه الليلة مشاهدي الأحبة راح نتناول هذين الملفين ونناقشهم مع ضيوفنا الكرام، فتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. إحياء لمناسبة رحيل الإمام الخميني قدس سره التي أفجعت القلوب وأدمت العيون، أقام المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ندوة متخصصة لاستعراض الدوافع الإلهية لانتفاضة الإمام الراحل وجهوده الدنيوية التي أرست آليات العمل الإسلامي المنظم ورفعت الغبن عن الشعوب الرافضة لهيمنة قوى الاستكبار العالمي. نفتح وياكم مشاهدي الأحبة هذا الملف ونناقش مع ضيوفنا الكرام، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل نهى الشمري. يوما بعد آخر تتسع دائرة الاحتفاء بذكرى رحيل مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني، ليصل ذكراه الخالد إلى كل بقاع العالم استذكارا وتعظيما لمسيرته الجهادية العطرة ومواقفه في مواجهة قوى الضلال. الإمام الخميني حقيقة في ثورته هز عروش الطغاة والحكومات الاستبدادية التي رسمت كل معاني الدكتاتورية في حكمها للشعوب. الإمام الخميني جاء رحمة لهذه الشعوب، الإمام الخميني رسم خط المرجعية الشيعية الصحيحة. ففي ذكرى رحيل من كان سيفا أمام دول الاستكبار، احتفي المجلس الأعلى الإسلامي بهذه المناسبة لترسيخ مبادئ وأفكار قائد الأمة الإسلامية في أذهان الأجيال، لينال القريب والبعيد من وهج أفكاره النيرة. فالإمام الخميني كان أمة في رجل، قاد الثورات والانتصارات لتستقيم أمة الإسلام على جادة الدين الصحيح. ندوة فكرية ثقافية استذكارا لرحيل آية الله العظمى السيد الخميني قدس الله سره الشريف، تناولت الفكر الذي سار عليه السيد الخميني قدس الله سره وانتصاره على الاستكبار العالمي. نجتمع اليوم في الذكرى السنوية لرحيل إمام الأمة السيد روح الله الخميني قدس الله نفسه الزكية. هذا الإمام الذي
قام بثورة إسلامية كبرى شكلت انعطافة كبيرة في تاريخ الأمة الإسلامية بشكل خاص وفي تاريخ العالم والشعوب المظلومة بشكل عام. مساع جهادية خلدها التاريخ من خلال تأكيدات انصبت لإيقاظ الأمة من سباتها العميق الذي فرضته الهيمنة الأمريكية الغاشمة ليكون الراحل المحارب الأوحد في زمن كثر فيه الخضوع والصمت أمام سحق مبادئ الشعوب آنذاك. إنجازات خلدت وخلد صاحبها، ففي الذكرى 34 ما زال مفجر الثورة الإسلامية راسخا في أذهان الأجيال على مر العصور ليكون جذوة النور التي تزيح ظلام دول الاستكبار وتنقذ الأمة من جب الإذلال والتطبيع. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبه بهاي الحلقه من حصاد الايام، وارحب بضيوفي الاكارم الاستاذ حسن الساري القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ضيفنا الكريم في الاستوديو، حياك الله استاذ حسن. وكذلك ينضم معي، اهلا ومرحبا بحضرتك، ينضم معي عبر سكايب السيد صالح القزويني الباحث في الشان الايراني، ينضم معي عبر سكايب من طهران، حياكم الله ضيوفا كرام. ابدا مع حضرتك استاذ حسن، نتحدث عن احتفاءات التابين، ما مدى الحكم عليها بانها تبعث إشارات مفهومة في التمسك بشعارات الثورة الإسلامية والعيش تحت ظل إرشادات الإمام الراحل قدس سره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة بالبداية نعزي صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه والمراجع العظام والعالم بأسره، ومنهم المجاهدين والمستضعفين وكل الأحرار في العالم بهذه المناسبة، مناسبة ذكرى رحيل الإمام الخميني قدس الله سره. واقعا مهما تحدثنا ومهما أقيمت مثل هذه الاحتفالات هي غير كافية لتغطية ومعرفة حقيقة المعرفة للإمام الخميني وأهمية هذا الرجل للعالم حقيقة، لكن هذا ما يمكن تقديمه لإحياء هذه الذكرى، ذكرى الأليمة، واستذكار مواقف الإمام والتعلم والتعرف على شخصية هذا الرجل العظيم. فهو رجل علم ورجل سياسة ورجل استراتيجية ورجل دولة وسياسة، فجمع كل هذه الأمور في شخصية الإمام الخميني، وكان هذا مصنوع إلهي منذ صغره يتصف بهذه الأخلاق العالية. يعني كان ينقل إلينا الأستاذ آية الله الشيخ آل إسحاق، وهو كان رفيقه طيلة فترة حياته، وعندما كان أيضا في النجف كانت هذه الصفات العالية والصفات الفذة كان يتمتع فيها الإمام منذ الصغر. وكان هناك حقيقة قصص في هذا المجال يثبت أن الرجل، أن هذا الإمام كان صنيعة إلهية خاصة، لذلك انطلقت منه هذه الثورة وهذا الإنتاج العظيم، هاي المخرجات التي غطت فائدتها لكل العالم ولكل المستضعفين وكل الفقراء. هي لم تكن ثورة لبلد واحد، لإيران فقط، وإنما كانت ثورة للعالم ولكل المستضعفين، وأيقظت ضمائر
الشعوب أن من بعد الثورة الحقيقة هناك إحصاءات وهناك بيانات تثبت خاصة في عام 90 أن أغلب الشعوب الأوروبية توجهت ورجعت إلى الدين بفضل هذه الثورة، وهناك تحول عظيم نتيجة صاحب الثورة يعني عظيم، لذلك انتقلت هذه العظمة وانتقلت نتاج هذه الثورة للعالم ولكل الشعوب ولكل الأحرار. حقيقة ما حققه الإمام لم يحققه أحد، وحقق حلم الأنبياء، وهي اليوم في عالم الاستراتيجية رؤية الأنبياء والصالحين وأهل البيت. حقيقة لم يستطع أحد أن يحقق مثل هذا الإنجاز غير الإمام الخميني. لم نقل أن الأنبياء أو الأوصياء لم يكونوا بقدر أو بقوة الإمام الخميني، لكن الظروف اللي كانت حاكمة آنذاك على الأئمة وعلى الأنبياء كانت قاهرة من تهديدات ومن نقاط ضعف، كانت البيئة محرجة جدا لهؤلاء، لكن تحقق هذا الحلم وتحققت هذه الرؤية، وهي أقامة الدولة الإسلامية، إقامة الدولة العادلة التي أستاذ حسن يعني تعطي بظلالها للعالم. لم تكن الظروف مؤاتية والبيئة خصبة بهذا الشكل الذي تتحدث عنه اللي أنتجت كل هذه النتائج. دعني أرحب مجددا بضيف الكريم الأستاذ صالح القزويني. سيد قزويني، لم تكن كل الظروف المحيطة بالإمام الراحل تساعد على انطلاقة الفكر الجديد اللي يرفض الهيمنة، يسعى لسلوك مغاير، لكن كان هنالك إصرار على السير في هذا المسار. ترى ما سر هذا الدافع اللي كان يمتلكه الإمام روح الله الخميني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أخي الكريم وضيفك والمشاهدين الكرام. عادة في مثل هذه الحيات وهذه علينا أن نسترجع وعلينا نتذكر قضية مهمة، وهي قضية السر الذي جعل الثورة مستمرة هذا اليوم. ما هو السر في ديمومة الثورة رغم المؤامرات، رغم الأخطار والتحديات التي واجهتها، رغم أن هذه الطريقة وهذا النوع من الحكم نوع جديد لم يعرفه أحد، لم يعني يسمع به، لم يشاهده طيلة سنوات، ربما حتى إلى قبل زمن الرسول وأمير المؤمنين وإلى هذا اليوم. يعني عندما نتحدث عن الثورة الإسلامية في إيران، القضية لم تكن قضية إسقاط نظام وبناء نظام آخر على أنقاضه. هذه القضية ربما تكون بسيطة جدا، أن تسقط نظام وتأتي بنظام آخر، ولكن المهم في هذه المسألة هو أنه كيف يمكنك أن تحافظ على هذا النظام، كيف يمكنك أن تحصن على هذا النظام، والأهم من ذلك كيف يمكنك أن تتمسك وتسير على النهج والمبادئ التي أعلنتها منذ اليوم الأول لانتصار الثورة وقبل انتصار الثورة. هذا هو المهم، وليس المهم أنه تسقط نظام لتقيم نظام على أنقاض هذا النظام. بالتالي هناك سر، أعتقد أنه السر هو نجده في الغرس التي أنبتها الإمام الخميني منذ بداية نضالاته، منذ بداية تحركه، يعني منذ الأربعينيات من القرن الماضي وحتى وفاته. هذه الغرسة عندما نبتها الإمام الخميني بشكل صحيح أثمرت لنا هذه الثورة، أثمرت الثورة، وهذه الثورة إلى هذا اليوم مستمرة،
ويوم بعد يوم تتألق، يوم بعد يوم تزدهر. الأمر الذي يثير استغراب الكثيرين، الكثير من المحللين السياسيين عندما يتحدثون عن الثورة يثير استغرابهم. إذا كانت هذه الثورة ثورة مستقلة وهذا النظام نظام مستقل، فكيف بإمكانه أن يبقى كل هذه المدة ويتألق ويزدهر؟ نتيجة أنه يعتمدون على نظرية أن الأنظمة الحالية كلها أنظمة لنقل أنها متحالفة إما مع الشرق وإما مع الغرب، ولكن أن يبقى هذا النظام دون أن يكون معتمدا ودون أن يكون عميلا للشرق وعميلا للغرب، وأن يتحدى ظلم والطغيان ويحبط كل المؤامرات، فهناك سر كبير في ذلك. أنا أعتقد أنه السر في ذلك هو النبتة كانت صالحة، النبتة كانت حقيقية. الإمام جمع كما تفضلت، جمع بين المبادئ الدينية وجمع بين الأطر والمبادئ الجديدة، مبادئ الديمقراطية. منذ اليوم الأول دعا إلى الاستفتاء، إلى استفتاء الشعب، قال لهم هل تريدون نظاما إسلاميا أم تريدون حكومة غير إسلامية؟ فصوت الشعب على أن يكون النظام نظاما إسلاميا، بالتالي جمع بين الاثنين. والتحدي الكبير في ذلك أنك تجمع بين التعاليم الدينية وبين النظم الديمقراطية. طيب سيد صالح، كافة الثورة هذه المفاهيم نعم هذه المفاهيم تفضل بها حضرتك، يعني اليوم كلها كانت ضمن موضوعات الندوة التخصصية. أستاذ حسن، المجلس الأعلى في ندوته التخصصية اليوم أكد أن الإمام الراحل كان رجل أمة كاملة وليس لشعب واحد. كيف استطاع الإمام الخميني أن يجمع أهدافه ويصممها للمساحات الخارجية ولم يقتصرها على مساحة داخلية ومحدودة بشكل صغير؟ الحقيقة السيد الإمام كان يتحسس آلام الشعوب، وكان يعرف حجم ظلم الحكام والسياسات على يعني آثارها على الأمم وعلى الشعوب، وبالتالي جاء بنظام إسلامي عادل، كان الكل يحتاج إلى هذا النظام ويحتاج إلى الحرية ويحتاج أن يعطى الحق للشعب في اختيار طريقه واختيار النظام الذي يريده. وهذا ما مارسه الإمام بنفسه حينما جاء إلى إيران. من أول الأيام كان استفتى الشعب الإيراني، ماذا تريدون؟ أي نظام تريدون؟ جمهورية إسلامية أو غير إسلامية؟ وكان هو يريد الحقيقة النظام الإسلامي، حيث صرح أنه لا شرقية لا غربية، جمهورية إسلامية. فهو بصفته قائدا استراتيجيا، قائدا عالميا، يعني القائد العالمي هو القائد الذي يعبر الحدود، كان تأثيره، وبنفس الوقت هو قائدا كاريزميا الذي يسلب القلوب، الذي يؤثر على قلوب الناس. فكان يؤثر الحقيقة ليس على قلوب الإيرانيين فقط، وإنما كان يؤثر على قلوب كل الشعوب العالم وكل الأحرار في العالم وكل مظلوم في العالم. لذلك كان الطرح الذي جاء به والنظام الذي جاء به هو نظام مقبول لدى العالم، وأيضا تأثيره كان تأثير يعبر الحدود، كان قائدا استراتيجيا، كان ملما بالأحداث ويتنبأ بالأحداث التي تأتي في المستقبل، وكان أيضا مؤثرا في قلوب الناس، في قلوب كل الناس. نحن يعني نتذكر عندما اندلعت الثورة في إيران، ثورة الإمام الخميني في إيران، نعم. هنا الشباب في العراق وغيرهم، الكل أصبح متهيئ للثورة في العراق، وهكذا في البلدان الأخرى. يعني هذا الإمام نتيجة ما يمتلك من ذات طيبة
وارتباط حقيقي بالله سبحانه وتعالى، حتما يعني حدث الإعجاز الإلهي، وحتما كان هناك رعاية إلهية بحيث هذا الإعجاز والرعاية كان له تأثير على الآخرين في العالم. نعم. يعني مع قلة الإمكانات وفي ذلك الوقت وقلة التكنولوجيا، لكن العالم بأسره تأثر في هذه الثورة وتغير وأصبح تحول عجيب في العالم. ذكرت أستاذ حسن، يعني إذا تسمح لي أستاذ صالح، لما يتحدث الأستاذ حسن عن هذا التغير بجذر عالمي وليس أس محلي، عندما رحل الإمام الخميني وطوى سفره من هذه الدنيا، كانت القوى الغربية تراهن بأن الثورة الإسلامية سوف تفقد قوتها وتأثيرها، لكن الإمام الراحل بنى تلك العلاقة الروحية بين الشعب والنهج، وبذلك قطع الطريق أمام من يحاول أن يسوق تلك الفكرة منذ أن كان على قيد الحياة. كيف تنظر إلى هذا الطرح؟ يعني هذا ما أشرت إليه في السؤال السابق، في إجابة على السؤال السابق، وهو قضية التي غرسها الإمام الخميني منذ انطلاق تحركه منذ البداية، ليس بعد انتصار الثورة الإسلامية، يعني منذ الأربعينيات عندما انطلق تحرك الإمام الخميني وإلى انتصار الثورة، وحتى بعد الانتصار وحتى بعد وفاته عندما وضع تلك النقطة الصالحة، هذا ما نتج عنه بنيان مرصوص، نظام قوي، نظام رغم المكائد، رغم المؤامرات، رغم التهديدات التي لا تنتهي يوم من الأيام ضد النظام، لكن هذا النظام باقي. أنا أعتقد أحد الأسباب هو تلك النفتة وتلك الغرسة التي وضعها الإمام الخميني واستمرت. الشيء الآخر، قضية أن تعلم مؤامرات، أن تعرف من هو عدوك، أن تعرف من الذي يكيد لك المكائد، وفي مقدمة هؤلاء هو الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية بقيت منذ اليوم الأول عدو للجمهورية الإسلامية في إيران، وإيران كانت تحرص على أن تعرف وأن تحدد وأن تشخص كافة المكائد وكافة المؤامرات التي تحوكها الولايات المتحدة ضدها. لذلك كانت أعين الإيرانيين كلها كانت مصبوبة تجاه الولايات المتحدة، العدو الرئيسي وكذلك العدو الآخر وهي إسرائيل. عندما تعرف عدوك، عندما تعرف أنه هذا الذي سوف يكيد لك المكائد، عندما تعرف أن هذا الذي سوف يضع أمامك العراقيل، عند ذلك يمكنك أن تتجاوزه. عندما لا تعرف من الذي يحيك لك المؤامرات، عندما لا تعرف من الذي ينصب لك المكائد، عند ذلك يمكن أن يستغفلك ويمكن أن يطيح بك. هذه القضية الأخرى. القضية الثالثة هي قضية الشعب ودعم الشعب. هذه قضية في غاية الأهمية. الجمهورية الإسلامية والنظام الثورة الإسلامية والمسؤولون الإيرانيون، وكانوا لو كانوا قد لم يعملوا من أجل الشعب، لو كانوا لم يخدموا الشعب، لو كانوا خدموا مصالحهم، عند ذلك فإن هذه الثورة سوف تنهار منذ السنوات الأولى. عندما يرى الشعب أن هؤلاء المسؤولون يعملون من أجلهم، عندما يرى أن هؤلاء المسؤولين يضحون من أجلهم، عند ذلك هم الذين يقدمون كافة أنواع الدعم للنظام وللمسؤولين وللحكومة. هذا ما وجدناه في إيران. ينبغي أن نعرف حقيقة في غاية الأهمية، وهي أنه عندما نوثق علاقتنا بالشعب، عندما نعزز علاقتنا بالرأي العام، عند ذلك لا ينبغي علينا أن نخشى شيء. ولكن عندما تنفصل هذه العلاقة، عندما يهمنا تكون مصالحنا هي الهم الأول، وعندما تكون شركاتنا، عقودنا،
أموالنا هي 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 الهم الأول لنا، عند ذلك سوف يتركنا الشعب، سيتخلى عنا الشعب. طيب أستاذ صالح، ما يحدث في إيران؟ نعم، في دقيقة لو سمحت أستاذ حسن، نتحاور حول الوقوف عند هكذا مناسبات، هل تمثل التزاما بنهج الإمام الراحل في مواصلة الدعم خصوصا لقضايا المستضعفين في سائر الأرجاء؟ بالتأكيد أن هذه الـ 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 يعني إحياء الذكرى كل سنة، وحتى في ذكرى انتصار الثورة، هذه تعتبر دروس تذكر الشعب الإيراني والسياسيين والقادة في البلد، وهكذا بالنسبة لغيرهم في محور المقاومة أو في يعني في الدول الأخرى. هذه نذكر يعني مدرسة ودروس أو دورات نقدر نقول عليها، يستفيد منها كل متصدي وكل مسؤول وكل يعني صاحب رأي ومسؤولية، من أجل أن يستفيد من دروس الإمام ودروس الثورة. يعني نحن عندنا في علم الاستراتيجيات هناك استراتيجية مخطط لها وهناك استراتيجية مجربة، يعني مثل هذه الدروس التي حدثت ومثل هذا المشروع الذي حدث في إيران يعتبر استراتيجية ناجحة ويعني وخططت لها ونجحت، فينبغي على الآخرين سواء كان في داخل الجمهورية أو خارج الجمهورية أن يستمروا في هذا النهج وفي هذه الاستراتيجية للوصول إلى الأهداف. لذلك أن مثل هذه الاحتفالات التي تحدث سنويا يعني تعيد الذكرى وتعيد المواقف ويعني تذكر الآخرين بهذه المواقف حتى يستمر هذا النهج ويستمر هذا المشروع ويستمر هذا النجاح. نعم. في كل الدول التي تريد هذه الثورة والتي ترغب أن يكون بلادها مثل إيران. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ حسن الساري القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، أثريت الحوار في هذا الملف، وشكر الموفور لحضرتك الأستاذ صالح القزويني الباحث في الشأن الإيراني، حدثنا عبر سكايب من طهران. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع. مجددا حياكم الله مشاهدي الاحباب، بهذا الملف ارحب بضيفي الكريم الاستاذ صفاء العسم الخبير الامني، حياك الله استاذ صفاء ضيفا كريما. نتحدث اليوم عن الابرز في ملف مخيم الهول، هنالك تحرك مكثف خصوصا للسفيره الامريكيه في العراق وتدخل في موضوعة هذا المخيم، هل تريد واشنطن ان تتخذ من هذه القضيه ورقه ضغط خاصه، وانها قدمت مقترح لوزاره الخارجيه بنقل هذا المخيم إلى العراق، وكانت أكو بوادر سابقة بنقلهم إلى مخيم الجدعة ولكن ضمن ضوابط معينة تحول دون دخول الإرهابيين العراق. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم أستاذ أحمد وعلى قناتكم مشاهديك الكرام، حياكم. يعني حقيقة احنا نتكلم على أخطر مخيم أو أخطر معسكر في العالم حسب ما يوصفون يعني الخبراء الأجانب اللي هم زاروا المعسكر. يعني هو يعتبر اولا من اكبر معسكرات المتواجدين بها تنظيمات ارهابيه، زائدا يعتبر من اخطر المعسكرات لاسباب كثيره سنحاول ان يعني نختصر جزء كبير منها. ولكن المشكله الى انه هذا المعسكر هو اصبح الان يملك اكثر من جيل. شوفوا احنا نتكلم على جيل اللي هو دخل يقاتل اللي هو تنظيمات داعش، احنا
يعني بالتسميات الحقيقيه لتنظيمات داعش هي مو ابتدات بعام 2000 منتصف عام 2014، لا ابدا، هي ابتدات حتى قبل ساحات الاعتصام اللي كانت، يعني احنا نتكلم على 2011 2010 ابتدا داعش او ابتدا بخلق التنظيمات الارهابيه والفكر الارهابي المتطرف حقيقه، واحنا نتكلم على مدى سنين طويله، يعني لغايه اليوم وصلنا الى اكثر من 11 الى 12 سنه وداخلين بالسنة 13. هذا يؤشر إلى أنه الجيل الأول اللي هو كان يقاتل خلف بعد 3 أجيال، يعني الأطفال اللي كانوا بأعمار 10 سنوات وال9 سنوات أصبحوا الآن رجال، زائدا هؤلاء الرجال هم لديهم يعني ولادات، والولادات كانت من عام 2011 ولغاية عام 2023 أصبحوا الآن شباب يعني بعمر الزهور اللي هم يافعين تقريبا، وأصبحوا الآن قادرين على حمل سلاح أو التدريب على عمليات القتال، وبالتالي أصبح هذا المخيم. أنا أتكلم على نقطة مهمة جدا، يعني مراسل الدي دبليو إلى تصريح قبل حدود حوالي قبل 5 إلى 6 أيام يقول أنا مشاهداتي العلنية في معسكر أو مخيم الهور هي إلى أنه تدريب الأطفال على عمليات الذبح لقطع رؤوس القطط والكلاب. تدري هذا جيل جديد يعني بدأ ينخلق، هم ذولا أبناء 9 سنوات 10 سنوات، إذن إحنا نتكلم على أخطر معسكر، زائدا أنت تجمع كل الإرهاب بمعسكر من نساء وأطفال وعمليات ولادات ورجال. نعم هو المعسكر ليس كله هم التنظيمات الإرهابية، هنالك نسبة من المعسكر تتراوح ما بين 10 إلى 15% من اللي هم يعني هاربين من داعش، ولكن الفكر اللي موجود داخل المعسكر أصبح متشبع جدا بالأفكار الإرهابية، بالأفكار التنظيمية، بالأفكار السلفية اللي هي تتعارض كليا مع الدين الإسلامي، بالتالي ولدت إلى أن هنالك أئمة جوامع داخل المعسكر. أستاذ أحمد إحنا نتكلم على نقاط خطيرة. طيب هذه النقاط الخطيرة ليس على مستوى العراق أستاذ صفاء كما تفضل حضرتك بها، يعني في سوريا كذلك. أسأل حضرتك هل تتخذ الإدارة الكردية الذاتية وأمريكا هذا الملف ورقة ضغط على الأمن القومي السوري والعراقي معا، بل إلى دول المنطقة الأخرى نتحدث بشكل أوسع؟ يعني ما بي كل شك هذا الكلام أستاذ أحمد. هسه أنا أحكي لك من مناشدات من داخل المعسكر، يعني هنالك جهات مثلا الأمريكان والفرنسيين أو أوروبا بشكل عام رفضت كل اللي كانوا يتعاملون مع تنظيمات الإرهابية تنظيمات داعش بالعودة إلى بلادهم. هذه منو تبناها؟ تبناها أصبحت هي ثقل كبير على العراق وعلى سوريا، بالتالي أصبح هذا الفكر هو رفضة الدول، وأصبح العراق مستقبل لكثير من الجهات. أنت تدري إحنا يعني استلمنا أكثر من 300 إلى 250 إلى 300 عائلة من تنظيمات داعش أو المتعاملين مع التنظيمات الإرهابية وتم نقلهم إلى العراق. شوف هذا فكر بدأ يتطور. هسه احنا ما نتكلم على عمليات قتال، ما نتكلم على داعش الموجودين خارج المعسكر، ولكن نتكلم على فكر خطر جدا. الفكر ينمو لغاية اليوم، يعني هيك معسكرات تتسع الى هكذا عدد، والعدد طبعا تجاوز 60,000 امرأة بين امرأة ورجل وطفل وشاب ومراهق، وتدري رقم كبير 60,000. النقطة الأهم بالموضوع هو إلى أنه أئمة جوامع المعسكر، شوف أئمة جوامع المعسكر اللي هم القدوة أو المثل الأعلى لكل المعسكر هم من تنظيمات داعش أو من تنظيمات إرهابية. زين هذا شو راح يتكون؟ يعني شو راح يتخرج هذا التلميذ على إيد هذا المعلم الديني اللي هو الموجه الديني إليه؟ طبعا راح يكون مشبع بالأفكار الإرهابية، طبعا راح يكون مشبع بتنظيم بأفكار داعش، طبعا راح يكون مشبع بعمليات قتال، وبالتالي هذا ينتج إلى أجيال جديدة. هنالك محاولة، نعم يعني هنالك محاولة حقيقة جدية، حاولوا أن يفرقوا بين الأولاد وأمهاتهم، ولكن كان هنالك نسبة اعتراض كبيرة وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية. هذه تأشر إلى أنه هذا المعسكر هو ورقة ضغط إلى العراق، إلى سوريا، إلى دول المنطقة، وإلا أنت تجمع لك أكثر من 60,000 إلى 70,000 شخص داخل معسكر، هم كل واحد بهم يعتبر قنبلة مفخخة لا تعرف متى تنفجر. العراق فتح خط تعاون أستاذ صفاء مع المنظمات الأممية لتسريع برامج الاندماج المجتمعي اللي تحدثت عنها حضرتك، خصوصا للساكنين في هذا المخيم بخطة 5 سنوات، مضت سنة تقريبا، الوقت المتبقي كفيل بإزالة هذا المخيم وتفكيكه؟
يعني هي المشكلة أكو رفض، يعني خلي نكون شفافين بالكلام، أكو رفض أمريكي، أكو رفض أوروبي إلى أنه يلغى هذا المخيم، ولا هنالك محاولات كثيرة كانت، حتى إذا تتذكر قبل أكثر من 8 أشهر إلى سنة كان هنالك موافقة مبدئية من العراق بعودة كل من ينتمي إلى العراق أو عودة العراقيين، إن كانت على مستوى نساء عراقيات ومتزوجات ونتيجة الزواج يعني صار لديهم ولادات وأولاد، العراق يتبنى هذا الموضوع، زائدا الرجال العراقيين اللي تزوجوا من أجنبيات، هسه أجنبيات أو عربيات اللي هم كانوا يتعاملون مع تنظيمات داعش إرهابي يعني على مستوى سوريا أو دول المنطقة، أيضا العراق وافق أن يستقبلهم، ولكن هنالك رفض عالمي كبير. أنا يعني نوهت لك قبل قليل، قلت لك هنالك رفض من الدول أنه تعود لديها اللي هم من مواطنيها، يعني فرنسا رفضت، أمريكا رفضت، كثير من دول أوروبا رفضوا أن يعودون الفرنسيين والأمريكان اللي هم ينتمون إلى داعش إلى دولهم حفاظا على دولهم، ولكن هو لا يهمه إذا كان هذا الموجود، هذا الشخص موجود داخل معسكر الهول اللي هو يعمل ضمن تنظيمات داعش أو الفكر الداعشي أو التنظيمات الإرهابية. نعم. طيب الموجودين في داخل المخيم مثل ما تفضل حضرتكم من جنسيات متعددة، خلينا نسميهم تشكيلة هجينة، هل ترى بأن المجتمع الدولي ما زالت خطواته دون تحمل المسؤولية في سحب كل دولة لرعاياها؟ نتحدث عن فرنسا اللي طالبت برعاياها حتى تقديم بعض المشاريع للعراق حتى لا يتم إعدام المحكومين في العراق مثلا، الموجودين في هذا المخيم السوري من هذه الرعاية، الدول الأوروبية ودول عديدة لها اليد الطولة في هذا الموضوع، ليش ما يكون تحرك على مستوى دبلوماسي لتفكيك هذا المخيم؟ شوف أستاذ أحمد، أولا المخيم أسس في عام 2011 طبعا، يعني أسس أو بالأحرى قبلها، يعني 2009 كان لغير أغراض و2011 كان لأغراض بعد دخول سوريا بالمعارك من قبل تنظيمات إرهابية. نعم. وهذا المخيم بدأ يكبر طبعا، احنا يعني نكرر ونقول الى انه هنالك رفض عالمي او رفض اوروبي امريكي على عودة المواطنين الجنسياتهم اوروبية الى دولهم وبقائهم داخل المعسكر، وكان هنالك العراق لتحرك كثير بهذا الموضوع. هسه انت تقول لي احنا يخافون على الاعدام ليعدموهم، ليش هو اللي يعني ايده تلطخت بدماء العراقيين؟ هسه احنا نتكلم على العراق تحديدا. نعم. واللي قتل نسبه كبيره من العراقيين، يعني من المفروض شي يكون يعني الدافع عن الولايات المتحده الامريكيه باي صفه؟ هو يعتبر هذا مجرم قاتل يعني مع سبق اصرار، يعني والدليل هنالك شهود، والدليل اقوى هنالك نقل هؤلاء السجناء الى هذا المعسكر. طيب انت تدخله بالمعسكر وعمليات تزاوج وازواج ونساء واطفال ومعيشة، وحتى أضمن لك أكثر بعد، يعني معيشتهم أفضل من معيشة نسبة كبيرة من العراقيين اللي هم نسبة الفقر عندنا بهم. طيب. لأنه المعسكر مؤهل إلى كل شيء من على مستوى ماء، كهرباء، تبريد، إذن أرزاق كفوة، وإلا يعني أنا إذا أشوف إلى أنه هنالك توجيه ببقاء هذا المعسكر، علما إلى أنه العراق يعني قدم كثير من المبادرات. هل سأني ما أتكلم على حكومة السيد السوداني تحديدا، ولكن الحكومات السابقة أيضا كانت لديها لجان مشتركة ودخلت بتوجيهات من قبل قيادات الدولة من قبل المؤسسة العسكرية العراقية في إنهاء تواجد هذا المعسكر، أما بعودة إلى بلدانهم ورفضت بلدانهم العودة. طيب. أو بسحب نسبة العراقيين اللي موجودين داخل المعسكر أو بفصل أو خلق. هذا المعسكر يحتاج إلى تدريب لتغيير الفكر الداعشي، يعني تبديل أئمة الجوامع، زائدا اشتراك وزارة الصحة، زائدا اشتراك وزارة يعني على مستوى وزارة العمل، على مستوى وزارات صحية، على مستوى وزارات خدمية. إذن هذا الموضوع يجب أن يشترك به كثير، وإلا أنت تجي ترجع أكثر من 30 إلى 20 أو 40 ألف مواطن عراقي هم مشبع أفكاره، هو والأجيال اللي هو ولدها. هسه احنا تكلمنا على 3 أجيال، اكو جيل رابع الان ظهر، هذا الجيل هو اللي الان يتدرب حسب المعلومات اللي وصلتنا من قناة الدي دبليو، كون المراسل داخل المعسكر، الى انه عمليات ذبح القطط والكلاب لغرض تدريب هذا الجيل الجديد اللي هو عمره الان يتراوح بحدود 9 إلى 10 سنوات. هذا طبعا انخلق الجيل بعد دخول تنظيمات داعش الى العراق وبعد عمليات القتال.
طيب احنا نتكلم على الدول الاوروبيه استاذ صفا ترفض ايضا استلام الارهابيين. عفوا السؤال ما سمعت. نعم كثير من هذه الدول الاوروبيه ترفض استلام هؤلاء الموجودين في مخيم الهول باعتبارهم ارهابيين، ومن ثم لربما يحدثون خللا امنيا في تلك الدول. طيب شنو اللي راح يخلي سوريا تحتضن هذا المخيم وهذه القنبلة الموقوتة اللي سميتها حضرتك؟ هي أولا سوريا مو موافقة، يعني حتى نكون دقيقين بالمعلومة، سوريا غير موافقة إلى وجود معسكر الهول أو إنهاء أو تفكيك معسكر الهول. طبعا هو المعسكر تابع إلى قوات يعني قسد، وهذا يعني هذا المعسكر كان من المفروض أن ينتهي، ولكن واجبات المعسكر تغيرت بعد دخول تنظيمات الإرهابية، وأصبح الآن هسه يسمى هذا معسكر الهول يسمى أكبر معسكر، أكبر أو أخطر مخيم في العالم كله، اللي هو مخيم الهول يعني متواجدين بتنظيمات داعش. العودة إلى سؤالك، أنت تقول هم يعني الدول الأوروبية رفضت. نعم الدول الأوروبية رفضت حفاظا على دولها، ولكن هي لم تفكر أصلا إلى أنه هذا الفرنسي أو هذا الأمريكي أو هذا الهولندي هو هذا ابن هذه الدولة وموجود هنا ومشبع بفكرة. هنالك نساء هربت، يعني لدينا تقارير كثيرة بأنه نساء هربت من هذا المعسكر نتيجة الـ يعني الـ الإساءة إلى التعامل معهم، كونهم هم ليس من تنظيمات داعش إرهابي. يعني عمليات الهروب تدري هي عملية ليس بالسهلة، يعني هنالك حفر خنادق زائدا المجازفة بالأرواح، لأنه عمليات الاغتصاب وعمليات القتل وعمليات الإساءة وعمليات هذه تتولد، يعني هذا الجيل اللي هي جيل بعد جيل، هو يجب أن ينتهي هذا الموضوع، وإلا احنا راح نبقى نفكر إلى أنه داعش موجود وفي تطور وفي تقدم. والدليل إلى أنه احنا نقاتل داعش منذ عام 2000 منتصف عام 2017 انتهت المعارك مع تنظيمات داعش إرهابي، المعارك العسكرية، لغاية اليوم احنا نقاتل داعش أمنيا واستخباريا. هذا شنو ناتج؟ ناتج إلى أنه هنالك أجيال جديدة حتى على مستوى الزيارات، وصل الموضوع إلى أنه زيارات عوائل وزيارات أهالي المعسكر، وهذا يؤشر مؤشر خطر، لأنه هذه نقل معلومات أمنية واستخبارية جدا خطرة، يعني توصل المعلومة إلى العراق وتوصل المعلومة العراق أقصد التنظيمات الإرهابية اللي متواجدة بالعراق حتى على مستوى الخلايا النائمة وحواضن داعش. طيب نعم. هل من الممكن أن تكون منطلقات جديدة لهذه الأجيال اللي تحدثت عنها لتنفيذ عمليات إرهابية ليس على مستوى المنطقة بل حتى على مستوى الجنسيات والدول الأوروبية اللي أتوا منها؟ هسه هو يعني التنظيم يسمى داعش اللي هو يختص بسوريا والعراق، ولكن أنا أتكلم على فكر أستاذ أحمد، الفكر بدأ بالتوسع، وحقيقة هذا يعني هي النقطة، يبدأ من نقطة اللي هي نقطة المعسكر، معسكر الهول، زائدا هو كفكر موجود في كثير من دول أوروبا حتى على مستوى الدول العربية، أنا أتكلم على دول الجوار، يعني هذا الفكر موجود بدول الجوار. إحنا يجب أن ننهي هذا الفكر، يجب أن تمسح هذه الفكرة اللي هي الفكرة الخطرة اللي هي قلقة، حتى هو حتى ما يعترف بالإسلام أصلا، حتى نكون أمينين بنقل البيانات، وإلا هو عمليات الموافقة بعمليات القتل وعمليات الذبح للمسلم هذه يعني ما موجودة لا بإسلام ولا إذن داعش لا دين له، كما كان هذا الشعار منذ عام 2014. إذن إحنا نتكلم على يجب أن يشترك الجميع. شوف المعسكر مو عراقي، لا هو عراقي، ذول 60 ألف واحد أو 65 هم مو عراقيين بقدر ما هم عراقيين وسوريين وسعوديين وخليجيين زائدا أوروبيين زائدا أمريكان، ولكن يجب أن يعود كل يعني يحاسب كل شخص. أنت ترجع للعراق، ترجع اللي متلطخة إيده بالدماء العراقيين وعمليات القتل يجب أن يحاسب، واللي ما عنده ذنب يجب أن يعود، وإذا كانت عوائل داعش يجب أن يدخلون بمعسكرات تأهيلية لغرض يتأهل، لغرض أن يعود إلى إنسان كونه إنسان طبيعي، خاصة الأطفال. أنا أتكلم اللي هم الآن يدربوهم على عمليات القتل، هو طفل عمره 9 سنوات، هذا تقدر تغير فكرة أصلا. نعم أنا أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ صفاء العسم الخبير الأمني، أثرت الحوار في هذا الملف، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.